2013 الأمر الذي دعا إلى ضرورة العمل من جميع الأطراف لتلافي هذا الاستهداف المتكرر في العام الجديد. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميل عروب القحطان، فلنتابع. بعد عام صعب على الأسرة الصحفية تخلله الكثير من اختراق للحريات، ولعل أبرزها ارتفاع نسبة استهداف الصحفيين، إضافة إلى تراجع المؤشرات القانونية التشريعية الخاصة بحرية التعبير عن الرأي. وبهذا كان تدخل الجهات المعنية والمتمثلة بنقابة الصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان ووزارة الداخلية إزاء ما يحدث أمرا لا بد منه. تحدثنا على حرية الإعلام وحرية التعبير اللي كفلها الدستور، فالإعلام العراقي والصحفيين العراقيين متمتعون بهذه الحرية، بدليل أنه لا يوجد لدينا أي معتقل بسبب حرية الرأي، ولكن في دول كثيرة موجود مثل هكذا المعتقل. لكن إذا تحدثنا على حماية الصحفيين وأيضا معاقبة من يرتكب هذه الجريمة، فأعتقد أن جميع الأجهزة الأمنية هي تعمل جاهدة لكي تقتص من مرتكبي هذه الجرائم. بالفعل اليوم الصحفي والإعلام العراقي مستهدف بصورة مباشرة من قبل الجماعات المسلحة، من قبل الإرهاب، بالتالي يحتاج هذا الصحفي إلى حماية حقيقية واقعية من خلال تشريع قوانين تسهم في ضمان هذه الحقوق وتعزيز مبدأ الشفافية الخاص بالصحفيين وحرية التعبير عن الرأي. تسمية عام 2014 بعام حماية الصحفيين العراقيين فضلا على الإسراع من قبل منظمة اليونسكو في إجراءات تحقيق الأمن والسلامة الصحفية في العراق والتقليل من نسب الإفلات من العقوبة، أبرز ما شددت عليه نقابة الصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان في عملهما لتفعيل الحماية لأبناء السلطة الرابعة. نقابة الصحفيين العراقيين من خلال الرسالة التي وجهتها إلى منظمة اليونسكو اعتبرت عام 2014 عام حماية الصحفيين العراقيين، لأن يعني هناك عدد ليس بالقليل الذي سقط من الصحفيين، خصوصا في العام الماضي عام 2013-19 شهيد صحفي سقط، وكان التركيز للأسف في محافظة نينوى ومدينة الموصل، وهناك 5 شهداء أيضا في محافظة صلاح الدين. نحن في وزارة الداخلية والقوات الأمنية إجمالا مع توفير كل المناخات الآمنة للإخوان الإعلاميين، ولدينا جدية كبيرة جدا وتعامل دقيق في موضوع استهداف الصحفيين وكذلك منع الإفلات من العقاب. من جانبها أكدت الوزارة على أنها وضعت خطوات عديدة من شأنها أن توفر الجو المناسب للعمل الصحفي، وجاء في مقدمة هذه الخطوات منح إجازات لحمل السلاح بالنسبة للإعلاميين، إضافة إلى توفير الحماية الكافية لهم داخل المناطق الساخنة. حق التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة هو حق مكفول في كل دساتير العالم، وباعتبار العراق بلدا منكوبا صحفيا، الأمر الذي دعا إلى وقفة موحدة من الأسرة الصحفية بالتعاون مع القوات الأمنية للقضاء على كل من يريد قطع لسان الحقيقة. يعرب القحطان، الإشراق، بغداد. تبرز أزمة جديدة خلفتها آثار الحروب والاعتداءات الإرهابية